ينبغي أن نسعى جميعا لنسج علاقات التعاون والتنسيق وفتح أفاق الحوار بين مؤسسات الدولة. فنحن نركز على هذا التعاون خاصة ما تعلق بمجال التكوين في المادة الدستورية والاجتهاد الدستوري في إطار اتفاقية التعاون. نبرمها ستكون بداية لعمل مثمر، وليس يخفى على أحد ما للتكوين في المادة الدستورية من أهمية بالغة تجعل من نوابنا متحكمين قادرين على مبدأ الاجتهاد القانوني وفق ما يحدده الدستور. أول اتفاق أجريناه اليوم والحمد لله مع المجلس الشعبي الوطني، ونحن نحضر في كثير إلى كثير من هذه الاتفاقيات، مشاريع المتفق الاتفاقيات سنقوم بها إن شاء الله مع وزارة العدل، مع مجلس الأمة، مع المحكمة العليا، ومع مختلف، وكذلك مع الجامعات.